كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بصدق أنا ما الصحافة اللي خبرتني بالحكم، لأن أنا جيت كانت عندي شي خدمة هنا في طنجة، وجيت كنبحث في صحتي بعض الوثائق مع البلدية ديال طنجة، والصحفي علمني قال لي بأن تحكمت بالتسنين ديال السجن. من بعد اتصل بي صحفي ثاني قال التسنين ديال السجن نافذة. قلت ويلي. من بعد عيطت للمكتب ديالي قلت لهم شوفوا لي راه كندو كاين شي سوء تفاهم، واش 3 سنين نافذة ولا 30 سنة نافذة؟ لأن ما فهمتش واش كيحسبوا بالسوايع ولا كيحسبوا بالشهور. قالوا لي فعلا اليوم في الزوج لاروب ولا في الزوج صدر الحكم. بيست ما عنديش ما كنعرفش المحتوى ديالو، لان ملي عرفت بانه الهواتف ديالي مخروقين كنستعمل هذا، كنستعمل واحد من هذا، كنستعمل هذا فقط، وكنت في الواتساب والانترنت ملي كنكون في المهام ديالي في شي خدمه. انا ما عندهمش شي يعرفوا كيفاش كنتحرك، دابا يعرفوا كيفاش كنتحرك، يطلقوا السمساره ديالهم والوسائل ديالهم. ما نساليهمش الماموريا، لان الملف اللي تحكمت عليه كله مواقع تليفونيا، فهمتي؟ اذا كان تليفونك حدا التليفون فلان يا انتما كنتو مع بعضيتكم، واذا كان بحال مثلا كيقولوا اخر مكالمه ديال وهيبه كانت معك، ثم بعد ذلك غبرت، وكيقول انا كنت في طنجة وهي كانت في الجديده ولا في طرق الجديده ولا في الطرب، كيقولوا في الرباط. ولكن من بعد ملي شفنا صبنا بانه كاين تناقض في الوثائق وكاينه في الجديده. المهم ولكني ما كنتش كنعرف بان التليفون هو البياع، ثاني ما كنستعملوش بزاف، وانا محكوم 3 سنين ديال الحبس ما كنعرفش علاش. سولتهم واش كاين شي مؤاخذه عطوني عليها البراءه، قالوا لي لا، ولكني ما عنديش النسخه ديال الحكم. انا نقدر نقول لكم قضيه سهله، وانني اولا خصني نعرف المنطق ديال الحكم ونخذ موقف، ثانيا خصني النسخه ديال الحكم ملي غادي يعطيوها لي نتمكن منها، غادي ندير ندوه صحفيه، ونتمنىكم انكم تقبلوا تجيو للرباط قاعه احمد رضا كديراجات في الشارع الله بن عبد الله قبيل المحطه ديال القطار. مع الاسف ماشي ديال البوراك ديال المدينه. غادي نفسر، غادي نجاوب القاضي، ما عرفت ربما القاضي مع الحق، ربما ما فهمش مزيان المرافعات ديالنا. معنى كل حال كاين تماك واحد القضيه بحال مثلا واحد المؤاخذه ممكنك تاخذني عليها غير اذا كنت إذا كانت جناية ماشي جنحة، بالتالي ما عرفت، ما نكتبش عليكم ما عرفت كيفاش دار ليها.